السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، yang berbahagia Cik Din, Cik Mat, semua dah yang ada pada malam ni. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam Jumaat ni, malam 12 Safar 1440 Bayilah bersama 8 September 2020 mesti dibanyakan sekali puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat Maghrib tadi dipimpin oleh Cik Mat. Dan seperti biasa kita akan teruskan dengan bacaan Yasin dan tahlil yang mana roh ini, arwah ini, pahala yang kita hadiahkan kepada roh, roh-roh di bawah apa kita, ya, di bawah apa kita, Datuk Nenek kita, adik-adik kita, ya, kaum kerabat kita, sahabat andai kita, kerja tangan kita, ya, tuan-tuan guru kita, ya, rakan-rakan sejuang kita dalam pasukan Polisi Indonesia ini, ya, dan juga kepada roh muslim dan musliman yang benar sampai pahala ini kepada mereka, InsyaAllah dicuci rahmatkan atas suruh mereka dan doa ini terpanjangkan untuk mereka diperkenankan Allah SWT dan mudah-mudahan ada ganjaran mereka sebagai amal salih insyaAllah. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan seluruh penduduk komuniti tidak tempat tempat ini dalam pemeliharaan Allah SWT. Sebenarnya yang kita sendiri ketahui dengan hari tadi ada warga kita di serang gangguan Maluhanus. Jadi ini menunjukkan bahawa Maluhanus ada di kawasan kita ni. Jadi apa yang berlaku kepada sahabat kita ni boleh berlaku kepada kita juga. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita daripada gangguan sihir dan gangguan Maluhanus insyaAllah. Jadi tanpa menikah masa kita akan mulakan majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum wasallam kemudian ruhi abari wa ikhwani min anbiya sallallahu alaihi wa alihi majma'in wa la nikuli musahabati wal qarabati wa jadain wa tabi'ina wa muslimin fidin thumma ila ruhi abarina wa ummahatina wa jadalina wa jaddatina wa ammatina wa ammatina wa akhwalatina wa min masyayikhina wal muslimin wal musliman wal mu'minin min ashabil al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما
قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان هيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف قال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا الرسول حقا من كبير برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يسمعكم ورس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وقت ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس تحاس إلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وقت ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدل يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلومات ثمن كلماتك كلما ذكرك ذكرك الغافلون وصلى رضا الله تبارك وتعالى وسلم سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله 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 العظيم عبد الذكر فاعلم انه لا اله الا الله لا قربان لا اله الا الله حق مسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا إله إلا الله
وتبلغنا بها بصرايات من جميع الخيرات في الحياة بعد ممات. سبحانك لا نفتي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتبع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. اللهم صواب مثلك وبذلك مع بازل برك وصل إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وصل روح المرحومين والمرحومة من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمتنا وخلقاتنا من مشايخنا وإخواننا في دينهم وأصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم لك رحمتك ورضوانك علينا وعليهم.
اللهم اجره فكاك له من النار ونجاة من النار وشكرته من النار وفداء له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثواب مثل ثواب ذلك الى ارض والدينا ومشايخنا ووالد ومشايخ وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والبلاد مشرق الارض ومغاربها. اللهم اجعل في سعادتنا وسعاده والدينا وسعادات الحاضرين ووالد امنا الجميع برحمه ورضوان واخذنا ويهون في فسيدنا يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انقرهم بدق القبر واللحو الى جناتك جنات الخدود الى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش وطعاما الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نعوذ بك من نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ من العجز والكسل ونعوذ من الجبن والبخل ونعوذ من غل الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنه القبر وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الارض حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا واليك امنا واليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل منا دعوانا واجعلنا من سكينة واجعلنا من سكينة وصلواتنا وتعليمنا واجعلنا من المرحومين والمرحومين وأعملنا في هذه الليلة تجمة مباركة من الشر يسر المبارك لك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إلى أنت التواب الرحيم. دعونا فيها سبق الله متى أتينا فيها السماء آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم من نعمكم تقبل يا كريم. من أجل ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.